الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، وهي تكون رمزا للمزيد من التعميق للعلاقات الثنائية. فإن الحوار المنظم السياسي له أهمية خاصة. نحن على اتصال دائم، والزملاء كذلك يقومون بالمساهمة على مستوى وزارة الخارجية ومجلسي الأمن، وكذلك على مستوى البرلمان الغرفة العليا منها، وهناك لجنة حكومية مشتركة. فإن الجزائر تحتل على المراتب فيما يخص بالشركاء التجاريين الروس، وبالأمس أجريتم منتدى العمل الثنائي، وأعتقد أن الاهتمام سوف يزداد في هذا المجال، ونكون سعداء بلقاء بكم في سانت بيترسبورغ في نهاية شهر جويلية في قمة روسيا إفريقيا بتابعه الثانية. أما التعاون الروسي الجزائري في إطار المتعددة الأطراف، وهو هي على مستوى، وأشيد بالتعاون في إطار أوبك بلس ومنتدى الدول المصدرين للغاز.